زواج ابنة الفنان السوري قاسم ملح وأمال سعد الدين من فنان سوري وجمالها حديث الجمهور. احتفل الفنانان السوريان قاسم ملح وأمال سعد الدين بزواج ابنتهما حنين من الفنان أحمد حمودة يوم الثلاثاء. حنين ملح مع زوجها الفنان أحمد حمودة. حنين ملح مع زوجها الفنان أحمد حمودة. وتحدثت الفنانة السورية آمال سعد الدين عن اختلاط مشاعرها في هذه اللحظة كأم بين الفرح والحزن. إذ تعيش سعادة عميقة لشعورها بفرح ابنتها التي أصبحت في سن يمكنها أن تختار خطواتها في الحياة المهنية والإنسانية، لكنها تحزن لأن الذكريات تهاجمها كما يحدث مع جميع الأمهات من لحظة ولادة الفتاة حتى وصولها لمرحلة الزواج. ولم تتوقف المشاعر عند ذكريات طفولة ونمو ابنتها، وإنما انتقلت إلى والدتها التي عاشت هذه اللحظات عند زواجها من الفنان قاسم ملح. وقالت: شعرت بوالدتي التي عاشت معنا هذه اللحظات في السابق، أحسست بها أكثر في مثل هذه التجربة. وتابعت: وكيف كانت تفكر لحظة زواجي؟ هي مشاعر من الصعب أن أعبر عنها. وأضافت الفنانة السورية أمال سعد الدين أن حفل الزفاف كان بسيطا ومقتصرا على العائلتين والأقرباء، وحاولت خلاله أن تشارك ابنتها سعادتها باختيارها شريكها. وبناء طريقها الجديد والمستقل بعدما أنهيا دراستهما، حيث تخرجت حنين من المعهد الموسيقي بينما تخرج زوجها من المعهد العالي للفنون المسرحية. وقالت: هذه سنة الحياة، وكما تزوجنا نحن وغادرنا منزل ذوينا، أعيش الآن هذه اللحظة مع ابنتي، خاصة وأنها لم تغادر منزلنا مطلقا خلال مسيرة حياتها. فدراستها وتجاربها العملية لم تكن تضطرها للسفر بعيدا، ومن هنا سيتشكل الفراغ في المنزل لنشعر بالحنين دائما لابنتنا حنين بعد زواجها واستقلاليتها. وكشفت الفنانة السورية أن نصيحتها الوحيدة لابنتها منذ اختيارها شريك حياتها حتى لحظة زواجها وزفافها كانت المحبة. إذ طلبت من ابنتها أن تكون محبة لكل شيء في حياتها الجديدة، محبة لبناء أسرة قوية وعائلة سعيدة. لأن المحبة يمكنها أن تذلل أي عقبة قد تعترض الإنسان، وتمنت لابنتها حياة هانئة وسعيدة برفقة شريكها الفنان الشاب أحمد حمودة. وكان الفنان السوري قاسم ملح قد نشر صورة لابنته برفقة زوجها من حفل الزفاف، وعلق عليها: حنين يا قطعة من قلبي، من بيت أهلك إلى بيت زوجك. وعلى الصعيد الفني، أكدت الفنانة السورية آمال سعد الدين أنها ما زالت على موقفها برفض أي مسلسل تلفزيوني لا يكون ملائما على صعيد النص والمضمون والأجر المادي. معتبرة أن العمل في الوقت الحالي بات صعبا وشروطه قاسية، لكن هذا لن يدفعها إلى التنازل عن شرط النص والشرط المادي. وتواظب الفنانة السورية آمال سعد الدين حاليا على الدوبلاج، إذ أنهت مؤخرا
تسجيل حلقات كثيرة من سلسلة المحقق كونان الشهيرة. وفي إطار بحثها عن عدم الغياب فنيا، إنها ضمن شروط صحية سليمة. واتهم الفنان السوري قاسم ملحو مدير أعماله والمسؤول عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي باستغلاله والنصب عليه. وقال الفنان السوري قاسم ملحو إن مدير أعماله سوري الجنسية من محافظة حلب ويقيم في تركيا، وتعرف عليه عن طريق السوشيال ميديا. إذ راسله وأقنعه بإنشاء حساب على تيك توك وأنه وثق به، وأرسل له كامل الأوراق الثبوتية وأعطاه كامل حساباته على السوشيال ميديا. بسبب ادعاءاته الكاذبة حول ثقافته وتعامله أكثر من مرة مع الفنانين. إن هذا الشخص كان يأخذ منه بنسبة 50% من الأرباح، وهذه النسبة غير عادية، إذ إن النسبة المتعارف عليها للمسؤولين عن منصات لا تتجاوز 15%. وتابع قاسم ملحو أن خلافهما بدأ عندما طلب ملحو منه وضع رقمه الإماراتي على حسابه في منصة تيك توك بدلا من رقمه التركي. إلا أن المسؤول رفض ذلك ونشر أكثر من فيديو شخصي له يقول فيه إن ملحو نصب عليه وسرق الحساب منه. وأكد ملحو أن محبة الجمهور له هي سبب شهرته على منصة تيك توك، ومدير أعماله لم يبذل أي مجهود في دعم حسابه. كما أنه تجاهل إرسال المستحقات المالية له أكثر من مرة. واختتم حديثه موجها تحذيرا للفنانين السوريين من التعامل مع أي شخص غريب وإعطائه حساباتهم على السوشيال ميديا. مؤكدا أن الأمر بسيط ولا يحتاج لمدير أو مسؤول. تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال قاسم ملحو مسلسل الكرزون الذي جرى عرضه خلال الموسم الدرامي الفائت 2023 ولعب فيه دور أديب.